خلينا بقى نروح دلوقتي لموضوع تاني، وبرده موضوع مهم برده للستات، لانه لو سألنا الرجاله ايه هي عيوب الست هتلاقي انهم دايما بيجي في تفكيرهم يعني كم حاجه كده احنا عارفينهم وحافظينهم، احنا خلاص حفظناهم لما هم بيقولوها لنا، يعني النكد والرغي والغيره وبتراقب جوزها. في بعض طبعا الستات ممكن تكون بتعمل كده، تراقب جوزها، وفي اللي بتأيد حريته واللي بتخنقه. بس يعني سبحان الله، عشان بس ايه الست المصريه دي ست غلبانه وست جدعه وست طيبه كده وبجد والله شايله هم الدنيا كله. مش الست المصريه بس، يعني الستات عموما والله في ستات كتير غلابه جدا، فربنا ما حبش ان هو يكسفنا وقال لنا بقى يعني في حاجات وفي دراسات اثبتت انه بعض الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي دي النكد والرغي وكده بتعمل حاجات تانية كويسه لصحه الست، يعني بيبقى ليها تاثير كويس على صحه الست. شفتوا بقى؟ يعني هي النكديه ماشي، بس النكديه دي ليها بقى ايه حاجه كويسه. فالدراسات اللي اتعملت اكدت ان العيوب اللي الرجاله شايفاها في الست عيوب هي اصلا مميزات بالنسبه للست، بتعود لصحه الست بميزه. فايه بقى؟ انه اول دراسه بتقول ان الست النكديه هي الاطول عمرا. شفتوا؟ تقعد تنكد تنكد وقاعده بقى قاعده الى ما لا نهايه قاعده لكم. فالست النكديه اللي بتقدر تعبر عن مشاعرها وتخرج، طبعا انتوا بتشوفوا ان هي نكد، يعني انا في الاول كنت بهزر طبعا، بس يعني بعض الرجاله بيشوف انه ده نكد، ده لا ده تعبير عن المشاعر، هي بتقدر انها تخرج مشاعرها، تعبر عن اللي جواها اول باول، تقول اللي هي حاسه بيه، على عكس الست الكتومه اللي بتفضل تشيل في نفسها وتفضل تسكت 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 وما تقولش، فيجرى لها حاجه فتتعب فتقع. خد بالك برضو يعني الست لما هتقع، يعني شريكه حياتك لما هتقع انت كمان هتتعب، يعني انت كمان هتشيل مسؤوليه ولاد، هتشيل مسؤوليه بيت. مش ما فيش حد يعني مراته بتتعب وبيجري يتجوز على طول الا لو كان قاعد بقى وجاهز ومجهز العروسه وعامل حسابه ان مراته هتتعب وان هو هيتجوز عليها على طول. انما لما الست اللي هي العلاقه الطبيعيه، العلاقه اللي ما فيهاش اي مشاكل، لما الست بتتعب البيت بيتوقف فيه حاجات كتير جدا مهمه، لان الست هي عمود البيت، الست هي اللي بتعمل كل حاجه. فلما بتعبر عن المشاعر اللي جواها دي عمرها بيطول، لان النكد وانها تكتم جواها ده بيخليها تتعب، بيخليها تعيا، فبيأثر عمرها. بس برضو خدوا بالكم يا ستات انه مش كل يوم نكد، يعني هو مش دواء يعني مش وصفه اسبوعيه ولا وصفه يوميه ان احنا النهارده الميعاد اليومي ليا ان انا نكد ساعه ساعتين عشان اعمل ريفرش كده، لا 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 خالص. انت بس حاولي ان انت دايما ما يبقاش جواكي حاجه مضايقاكي، دايما تتكلمي بصراحه، ومش لازم تبقى بنكد، ما انت ممكن تتكلمي وتقولي مشاعرك وتقولي اللي جواكي وتقوليه بطريقه كويسه. ممكن بعد يعني مره اتنين تلاته تقولي بطريقه كويسه، والمره الرابعه مثلا تعيطي فيها لو انت خلاص عايزه تعيطي وتطلعي فعلا مشاعرك، كل المشاعر اللي جواكي، او استني الوقت اللي جوزك مش موجود فيه وفعلا طلعي كل مشاعرك، لان المشاعر المكبوته تؤدي لامراض نفسيه وعضويه مش بس نفسيه. اهم حاجه ان انت لما تبقي مع جوزك يعني ايه عبري من غير نكد، ولو في دوز نكد قللي الدوز شويه، قلليها شويه. تاني بقى دراسه بتقول انه الرغي بيجدد النشاط. لا 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 لا، الرغي بيجدد النشاط، يعني كل ما الست كانت رغايه كل ما كانت نشيطه وعندها حيويه، وبيكون كده وسيله كويسه انها تنفس عن الضغط العصبي اللي جواها واللي ممكن تمر بيه في حياتها وتبقى مكتومه وتنفجر مره واحده. فالدراسات قالت ان الست الرغايه والزنانه بيكون عندها نشاط وحيويه اكتر، وبتقدر تنجز مهام صعبه، على عكس الهادية الرقيقة اللي ما بتتكلمش. وطبعا هو مش عارف الرقة، أنا بتكلم على الهدوء، الهدوء اللي بزيادة ده، هي ممكن تكون هادية وهادية في حركتها كمان، هادية في رد فعلها كمان. يعني أنت ممكن تكون الدنيا قايمة معاك وبتتكلم وعايز حاجة بسرعة وبتاع، إيه يا حبيبي عايز إيه؟ لا 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 لا، فوقي معايا واصحي. فالست بقى الرغاية اللي هي دينامو على طول دي، ما شاء الله دي عندها نشاط. بس برضو خدي بالك، مش اول لما تفتحي عينك اوعي تعملي الحركه دي، لان الواحد بيبقى صاحي من النوم، برضو الراجل بالذات بيبقى صاحي من النوم مش عايز يسمع رغي كتير، مش عايز يسمع زن كتير. اول ما تصحي بس خليها ايه على قد صباح الخير وهتلبس ايه حبيبي النهارده وانت نازل احضر لك الفطار، على قد الثلاث اربع كلمات دول، واي موضوع يتاجل لحد يا اما لما يفوق كويس لو انتوا اجازه، يا اما لما ينزل الشغل ويرجع ويتغدى
الحاجات اللي انت عارفاها دي عشان ما يحصلش مشكله. انما في الاول وفي الاخر يا سيدي الناس، الست الرغايه دي دينامو، استفيد بيها، اشغلها في الحاجات اللي انت عايزها تخلصها. ايه المشكله؟ ده ما هي عندها طاقه، اعملوا حاجات مع بعض كويسه، ده ما هي عندها طاقه برضو، روحوا سافروا اتفسحوا، انزلوا اتمشوا على الكورنيش، اعملوا حاجات حلوه مع بعض، ده ما هي عندها طاقه احسن بكتير من هي قاعده ساكته خالص وهاديه خالص. تضرب ما تلاقيش، ده يبقى صعب، مش تضرب اللي هو ضرب حقيقي، يعني اللي هو ترمي الكلمه ما يرجعلكش عليها رد، ده هيبقى في بعض الاوقات هيبقى ممل. تالت حاجه بقى او تالت دراسه بتقول ان مراقبه الزوج بتؤدي الى، يعني تخيلوا انه الابناء بتتفوق، انا مش عارفه ايه علاقه ده بده، انه مراقبه الزوج تخلي الست تتفوق. معروف ان الست المصريه غيوره بطبعها طبعا، دي حاجه ما فيهاش كلام، بتحب انها تعرف كل حاجه والصغيره قبل الكبيره، فبعض الاحيان بتلجا الست انها تراقب تليفون جوزها او تراقب تحركاته او حساباته الشخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، تعمل اكونت مثلا باسم واحده وتقوم جايه داخله مكالمات تشوف هيستجيب ولا مش هيستجيب، استجاب يبقى عنده استعداد للخيانه، لو ما استجابش يبقى تمام وزي الفل ماشي كويس. المهم ان الدراسه بتقول ان الزوجه اللي بتغير وبتراقب جوزها وبتعمل الحاجات دي بيكون عندها ابداع في التفكير وتركيز في التفاصيل، على عكس اللي مكبره دماغها وما بتغيرش. عشان كده في الدراسة أكدت إن الست الغيورة بتحرص على تفوق أبنائها، أولادها ما بتساب لهمش بقى، ما هي إذا كان مش سايبة جوزها في حاله، لا عايزة تعدي منه لا شردة ولا وردة، اللي رايح واللي كل حاجة، كل كلمة، كل تفصيلة عايزة تعرفها، فلدرجة إنها وصلت إنها تراقب. فما بالك بقى بأولادها، أكيد مش هتخليهم يفوتوا حرف وياكلوا الكتب أكل. فأهي طلعت برضو فيها ميزة، ولكن برضو ما تنفقيش قوي ورا فكرة المراقبة، اللي بيفتش على المشاكل بيلاقي مشاكل، بيلاقي مش بتتخلق له مشاكل يلاقيها، فما تفتشيش قوي على المشاكل علشان ما تخربيش بيتك. شوفي انا عارف بقول لك ان العيوب اللي هم بيقولوا عليها بطلع لك فيها مميزات، بس برضو حاولي لو في واحده فيكم كده فيها حاجه من دي تحاول انها ايه تعملها، بس بالمعقول، خليكي بالمعقول بجد يا جماعه. انا شايفه ان كل حاجه لازم تبقى باعتدال، يعني النكد مش طول الوقت ولا الغيره طول الوقت زياده عن اللزوم، ولا الزن والرغي 24 ساعه، ده حاجه يعني الواحد يبقى ودنه قد كده اهو هتبقى صعبه جدا. فاهو يا رجاله ما تزعلوش اهو، عشان انتوا كل مره بتضايقوا مني عشان انا ببقى يعني مش مصفوقه قوي، بس لا انا النهارده بحاول على قد ما اقدر ان انا اقول للستات تنكد بس مش قوي، ترغي بس مش كتير، تراقب بس مش بالميكروسكوب. حلو كده؟ عايزين حاجه تاني؟ اهم حاجة ان انتوا تعيشوا مبسوطين وحياة هادية وجميلة. خد بالك ان انا متكلمة عن موضوع الكذب الابيض في الاول، وبرضو كنت معديه لك كام حاجة كده.